تعمل العباره اللي قالها الازهر المغزاوي. ما عرفش كان عندي لي زيكستري حاضرين ونقعدوا نحكيوا عليهم شفاهيا اليوم على زهير المغزاوي. قال الناس اللي تقول عملت معايا 25 جويلة أشكرهم وأنتم كذبون وأنتم كذا وأنتم كذا وأفقون. محمود البارودي تعليق. هو الحقيقة رئيس الجمهورية في الفترة هذه ربح برشا وقت، ربح الوقت، ولكن مع الأسف خسر نوعا ما من الشعبية نتيجة الخطاب هذا متاع اللي خلينا نقوله نوعا ما متشنش، خاصة مع العباد اللي مشات معاه. ولكن الانطباع العام عند التوانسة هذه الخطاب اللي يحبوا يسمعوه، يعرفوهم، يعرفوا، قلناها قبل رفيق، انه العباد هذه اللي داخله ماهوش الشعب المواطن العادي. راهو المواطن العادي اللي مشى مع قيس سعيد ما يستنى في حد شيء، يحب البلاد تتصلح، وهذوما جزء كبير 80 ولا 90% من اللي مشاو معاه يستناو في امورهم باش تتحسن. لا حاجته لا بمنصب، لا حاجته بوزير، لا بمدير عام، لا بوالي، لا معتمد، لا عمده، ما حاجتهم شيء، الشعب الكبير هذا نتاع تونس. ولكن جزء اخر وهي النخبة السياسية اللي حاولت ولا اللي سهلت ولا اللي مشات في منظومة 25 جويلية بطبيعة الحال تحب رد الجميل من طرف رئيس الجمهورية. رد الجميل قال لهم راهو رئيس الجمهورية ما عادش باش يصير كيما قبل، ما عادش هما اقتسام الكعكة، ما عادش انت كي ترجع الخطاب رئيس الجمهورية حركة الشعب مثلا ولا التيار الديمقراطي كانوا يبحثون على مناصب، ما كانش لحظة عاد كانوا يبحثون على محمد عبو، كان يبحث على منصب سامي عبو، حركة الشعب، هيكل مكي، زهير المغزاوي، والا انهم طالبوا بتسقيف زمني، انهم طالبوا سيد الرئيس اوكي تاخذ صلاحياتك ماكش تاخذ البلاد في يدك، طالبوا سيد الرئيس اوكي نجم نبدلوا اما مش نحيوا الدستور كومبليتمون، لانه مش تولي لعبه كل مره واحد يربح 4 سنين يقول انا الدستور مش عاجبني نبدلوا، هات نغيروا شو ما يتغير. انك تطالب بهذا تصير تحب على كعكه؟ لا ما هو ايش نقول لك رفيق، راهو في السياسه فما ما هو معلن وهو مخفي. المعلن هو سقف زمني اللي يعرفوا العباد الكل وتوانسه والعالم والفمي والعالم الكل ماشي فيه، وفما ما هو مخفي اللي هي انا باهيش باش تعطيني مع تحزيب سياسيه، وهذا عادي راهو سي ليجيتيم رفيق انه الاحزاب السياسيه تطالب باشي، تطالب بالتموقع في السلطه واخذ موقع من هالسلطه هذه. ما هو يعمل في حزب سياسي ويعمل في السياسه علاش؟ ما هو باش يشارك في الحكم. اليوم الرئيس قال له راهو العقليه نتاع انك تساند باش تاخذ حاجه كونتر بارتي باش تاخذ راهي هذه ما عادش تمشي وما عادش تنجح. اليوم اربح في الانتخابات، امشي الانتخابات التشريعيه واربح، هاني باش نعمل لكم انتخابات تشريعيه في ديسمبر جاي واربح واحكم. اما هذه انك تمركي علي وتقول لي انا عاونتك في 25 جويليه وتجي اليوم تطالبني مواقع ومناصب، نقول لك انا لا.